قناة الجزيرة وينكم؟ أكو مظاهرات بإيران. قطر تتجاهل ثورة الشعب الإيراني وتنقل أكاذيب نظام الملالي. الإعلام القطري ينقل عن الإعلام الإيراني ويدعم خامنئي بقوة، وتصف المظاهرات المعارضة للنظام بأنها مؤيدة. في مناسبة وطنية في إيران؟ لا. هل في مثلا شعيرة دينية مكرومة سخية؟ طبعا لا. كاتبين في الشريط الإخباري مظاهرات مؤيدة للنظام بأي حق؟ شلون والدم سائل للركب؟ شلون؟ الوجه القبيح للدوحة ما زال يتكشف، وتحالفها مع إيران يتأكد كل يوم. تبنت خطابا معاديا لدول الخليج وتآمرت مع إيران على الدول العربية. خلال أسبوع 38 تقرير ومقال ضد المملكة العربية السعودية، هذا اللي قدمته الجزيرة. 26 تقرير ومقال ضد مصر. 35 تقرير ومقال ضد اليمن. 19 تقرير ومقال ضد الإمارات. ولا تقرير ضد إيران.